وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من شرح فرش حروف سورتي آل عمران والنساء، واليوم إن شاء الله تعالى ننوي ونسأل الله الإعانة والتوفيق أن ننهي سورتي المائدة والأنعام. تفضل يا شيخ. وشنآن سك أوف إن صد فافتحن، وأرجلكم فانصب حل الخفض أعملا، من أجلك سرنق الأد وقاسية عبد من أجلك سرنق الأد وقاسية عبد، وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا. بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: وشنآن سك أوفي. الهمزة هي رمز أبي جعفر رحمه الله، قال: وشنآن سك أوفي، أي أن أبا جعفر المرموز له بالهمزة قرأ شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أو اللي في الموضع اللي بعده: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فقرأ بالإيه؟ بالتسكين، قرأ بالتسكين. طبعا اللي يقرأ في الشاطبية بالإسكان صح كلاهما، فأبو جعفر خالف هذا الأصل ووافق شعبة وابن عامر فقرأ بالتسكين في الحرفين. ويعني الموضعين أنه متقاربين، لم يحتاج أن يذكر معا أو كلاهما أو شيئا من هذا. ثم قال، انتقل إلى ترجمة أخرى، قال: إن صد فافتحن، وهي قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فإن المعروف أن أبا عمرو وابن كثير رحمهما الله يقرآن بالكسر، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، لكن يعقوب قرأ بالفتح، قرأ بالإيه؟ بالفتح. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، على قراءة الجمهور. قال: وأرجلكم فانصب حلا، وأرجلكم فانصب حلا. طبعا احنا عندنا وأرجلكم بالنصب عم رضا، ها، على، عم رضا على في الشاطبية. إذن عم اللي هو المدني والشامي، والكسائي وحفص يقرؤون بالإيه؟ بالنصب، وغيرهم يقرأ بالإيش؟ بالجر. المفروض أن يعقوب يقرأ بإيش؟ بالجر، لكنه قرأ بالنصب، قرأ بالنصب مخالفا أصله. الخفض أعمل، يعني أي أن أبا جعفر أيضا خالف أصله، أي أن أبا جعفر أيضا خالف أصله فقرأ بالإيش؟ بالخفض. الخفض والجر يعني متساويان، نفس الكلمة، الخفض والجر تساويان. فقرأ أبو جعفر بالخفض في أرجلكم. طب بقلنا مين خلف؟ كيف يقرأ؟ بالخفض، لأن خلف لم يذكر، خلف لم يذكر.
وهو ليس ممن ينصب، لأن احنا قلنا عم رضا على بالنصب. فإذا خلف وأبو جعفر يقرآن بالإيش؟ بالخفض. خلف بالموافقة وأبو جعفر بالإيه؟ بالمخالفة. ويعقوب بالنصب بالمخالفة أيضا. طيب نرجع للجزء الأول. شنآن طبعا ما في أحد من الثلاثة يسكن غير أبي جعفر، ما في أحد من الثلاثة يسكن غير أبي جعفر. انصدوا أنصدوكم، كل الثلاثة يقرؤون بالإيش؟ ها؟ بالفتح، كل الثلاثة يقرؤون بفتح الإيه؟ الهمزة. وأرجلكم فصلناها، أبو جعفر وخلف يقرآن بالخفض، ويعقوب يقرأ بالإيش؟ ها؟ بيقرأ بالنصب. مين الوحيد اللي موافق أصله؟ ها؟ خلف. ويعقوب مخالف فنصب، وأبو جعفر خالف فخفض. من اجل اكسر قل اد، من اجل اكسر قل اد. قرأ أبو جعفر بنقل حركة الهمزة مع كسر، مع الكسر، هي أجل وإجل، فيها لغتان، فيها لغتان. هو قرأ بلغة الإيه؟ الكسر، لكن لم يحقق، وإنما نقل الحركة، صارت كيف؟ من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مقل. فإذا أبو جعفر قرأ ها بنقل، بس بنقل همزة مكسورة، بنقل حركة همزة مكسورة. فلذلك قال من أجل اكسر انقل، من أجل اكسر انقل، يعني اكسر همزة اجل وانقل الحركة هذه إلى الساكن قبلها اللي هي النون، تصير من أجل ذلك. أي نعم. وقاسية، هي فيها لغة بالكسر، فيها لغة بالكسر. وقاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا، جمع عدة ترجمات هنا في مكان واحد، جمع عدة ترجمات هنا في مكان واحد. قال وقاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا، أي أن خلفا قرأ كشعبة في هذه المواضع، قرأ كشعبة في هذه الإيه؟ المواضع. واستغنى بالإحالة على شعبة عن أن يقيد شيئا، استغنى بالإحالة عن شعبة، يعني اذهب إلى الشاطبية واعرف قراءة شعبة في هذه المواضع وخلف مثله، وخلف يكون مثله. طيب نشوف. وقاسية هو لفظ بها أيضا، هو قال إيش في الشاطبية؟ ها؟ مع القصر شدد ياء قاسية شفى، مع القصر شدد ياء قاسية شفى. فحمزة اللي هو أصل خلف يقرأ قسية، لكن خلفا قرأ كقراءة الجمهور بألف وبعدها سين خفيفة، قاسية. عبد وطاغوت، طبعا هاتان ترجمتان متلازمتان، هاتان ترجمتان متلازمتان. في الشاطبية يقول وبا عبد نضمم واخفض التاء بعد فز، أي أن حمزة قرأ بضم الباء في إيه؟ وعبد الطاغوت، وقال إيش؟ واخفض التاء بعد فز، يعني قرأ حمزة وعبد الطاغوت. وقال كشعبة، شعبة والجمهور يقرؤون إيش؟ عبد الطاغوت. شعبة والجمهور يقرؤون إيش؟ طبعا هو شعبة ذكر كشعبة، يعني هي اللي اتسقت معاه في الإيه؟ في ميزان البيت. ولا أحيانا زي ما أنت، زي ما احنا كتب قبل كده في آخر آل عمران، سنكتب مع ما بعده
كالبصري الفز، مش كده؟ وهو البصري اصلا البصري قرأ ضمن الجمهور في هذه الالفاظ بهذه الطريقه، لكن هو ياتي بها على ما يتاتى له في الايه، في النظم، على ما يكون انسب لحال النظم. اذن قرأ خلف كالجمهور، وعبد الطاغوت، وليحكم كشعبة فصلة، هي في قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرأت حمزة متفردا في السبعة، قرأت حمزة متفردا في السبعة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم بكسر وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه، فحمزة يقرأ وليحكم أهل الإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل. طبعا هو قال وليحكم كشعبة، حمزة تفرد بهذا بالكسر وبكسر اللام وتحريك الميم بالفتح، أما خلف فيقرأ كالجمهور بالإيه، بإسكان الإيه الاثنين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إذن عندنا هنا كم ترجمة في هذا المقطع؟ عندنا أربعة، وممكن ثلاثة بضم الترجمتين المتلازمتين، قاسية أجعلنا قلوبهم قاسية، وعبد الطاغوت، وليحكم أهل الإنجيل، يقرأ هذه التراجم الأربع خلف كشعبة وكالجمهور في غالبية في أكثر التراجم. نعم تفضل. ورفع الجروح علم وبالنصب مع جزاء نو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأول نضم حولا ولا حولا حولا ورفع الجروح علم وبالنصب مع جزاء نو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأول نضم غيوب عيون مع جيوب شيوخا فد ويوم ارفع الملا. بارك الله فيك. قال ورفع الجروح علم، هي في قوله تعالى والجروح أو الجروح قصاص. طبعا احنا عارفين انه نفر او رضا نفر، نعم، يقرؤون والجروح قصاص، الجروح قصاص بالرفع على الاستئناف والابتداء، وكذا قرأ ابو جعفر، كذا قرأ ابو جعفر خلافا لأصله والجروح قصاص. وكما أشرنا في بعض المرات، وطبعا لا يلزم أن احنا نشير في كل موضع، لكن الإشارة تكفي للتنبيه على مثل هذا، أنه اختلاف القراءات هو له تأثير في اختلاف الوقوف، له اختلاف في تأثير، يعني تأثير في اختلاف الوقوف. والدكتور محمود له رسالة علمية في هذا لعلكم تطلعون عليها، ففيها مواضع كثيرة يختلف الوقف باختلاف القراءة. فهنا مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وبعدين نبتدئ إيش؟ والجروح القصاص. وعلى الكسائي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبعدين نبتدئ من اللي بعده، والجروح معاهم طبعا أو مفصول عنهم قد يسوق، قد تكون مستأنفة وقد تكون، بس على قراءة الكسائي. نعم، فهذا ينتبه له. يعني أنت تقرأ، خصوصا إذا كنت تقرأ قراءة مفردة، تنتبه لهذا، لأنه لن يكون عندك في المصحف الذي تقرأ فيها علامة على مثل هذه الأشياء، لأن المصاحف مضبوطة على قراءة معينة أو رواية معينة، ف
فإذا كنت تقرأ مثلا في سورة النحل مثلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قراءة الجمهور، قراءة الجمهور. أما قراءة ابن عامر إيش؟ وسخر لكم الليل والنهار ونبدأ والشمس والقمر والنجوم مسخرات. طب إذا كنت تقرأ لحفص: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وبعدين تبدأ إيش؟ والنجوم مسخرات. فهذا مما ينتبه له، يعني لا يلزم ان احنا نؤكد عليه في كل موضع، لكن يكفي بهذه الإشارات التي تتكرر من حين لآخر ان تتنبه لمثل هذا. طيب نرجع الآن لسيدنا ابي جعفر. وابا جعفر يصلح ولا ما يصلح؟ ها، مش خطوها في النحو ولا ايه الاسماء الست؟ طيب: ورفع الجروح اعلم، أي قرأ أبو جعفر برفع الجروح خلافا لأصله، لأن نافع يقرأ بالنصب والجروح قصاص، وبالنصب مع جزاء نون. طيب وبالنصب أي أن قرأ هذا الموضع يعقوب بالنصب خلافا لإيه؟ لأصله، لأن أصله يرفع كما ذكرنا. وبالنصب مع جزاء نون ومثل ارفع. بالنصب اللي هو الكلام على ماذا؟ على الجروح، والجروح قصاص. طيب وبالنصب مع جزاء نون ومثل ارفع، هذا يعني طبعا احنا قطعنا يعني أشواط في السورة ودخلنا اقتربنا من آخرها. هو يشير بذلك إلى: فجزاء مثل ما قتل. هو قال في الشاطبية إيه؟ في رفعه الخفض ثم لا. فالكوفيون هم الذين يقرؤون إيش؟ فجزاء مثل. هنا أيضا يعقوب رحمه الله وافق الكوفيين، قرأ بالتنوين ثم قال: مع جزاء نون. مع هنا ليست مع النصب، يعني مقصود النصب لا، لأن لم يقرأ أحد بالنصب. الخلاف هنا فقط في التنوين وعدمه في اللفظة الأولى، يعني اللفظة الأولى الخلاف في التنوين وفي عدم التنوين فقط، لكن مع يعني مع الترجمات الأخرى ليعقوب. مع هنا المصاحبة فقط، مش مع في النصب لا. مع جزاء نون، إذن قال إيش؟ فجزاء، ثم قال ومثل ارفع، لأن اللي بيترك التنوين بيخفض، اللي هو أبو عمرو وغير الكوفيين يقولوا إيه؟ فجزاء مثلي أن تصير مضاف إليه عندهم، لكن هنا يقول يعقوب فجزاء مثل. ثم قال رسالاتي حولا. طبعا احنا رسالات كما اعتلى ليقرأ بالجمع، إذن هنا قرأ بالجمع رسالات حولة، قرأ يعقوب بجمع إيش؟ رسالات. هنا يعني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، فما بلغت رسالاته. طبعا وحفظ مكان الشاهد مهم، بمعنى لأنه مثلا واحد يقول لك إيه: رسالات فرد وافتحوا دون علة، هذا مش في السورة دي، يعني لازم تكون أنت عارف أنت جبت الشاهد منين، لأنه ممكن واحد يقرأ عند الشيخ يجيب له أي شاهد من أي سورة. الأشياء المطلقة ماشي معا وجميعا وكذا، لكن
أنت أعرف أين تقرأ وأين تستدل، من أين تأخذ الإيه الشاهد. فالشاهد في هذه السورة كما اعتلى صفا في هذه السورة، أما في سورة الأنعام رسالات فرد وافتحوا دون علة، اللي هي إيه الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته. فلا بد أن تنتبه إلى موضع الشاهد وأين ذكر، وهل هو مطلق أم مقيد بالإيه بالسورة. إذن قرأ هنا يعقوب خلافا لأصله بالإيه بالجمع، لأن أبا عمرو ليس من كما اعتلى صفا، وإنما قرأ بالإفراد كأكثر السبعة. إذن عندنا في هذا البيت كم ترجمة ليعقوب؟ ثلاثة، إذا ضممنا المتلازمتين صاروا ثلاثة. الأولى هي نصب الجروح، والجروح قصاص. والثانية جزاء مثل، فجزاء مثل بالتنوين وبالرفع. ورسالات في قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته بالجمع. ثم قال مع الأولين، مع الأولين هذه أيضا لمن؟ ليعقوب. مع الأولين أضمم غيوب عيوني مع جيوب شيوخا فد. طبعا مع الأولين انتهت هنا مهمة يعقوب في هذا الموضع، أي قرأ يعقوب كما استحق عليهم الأولين. نعم الأولين ليعقوب، لأنه خلف كأصله. وفي الأوليان الأولين فطب صلة، ففي الأوليان وفي الأوليان الأولين فطب صلة. احنا عندنا شعبة وحمزة يقرآن ايش؟ الأولين، استحق عليهم الأولين او استحق عليهم الأولين لحمزة. فعندنا يعقوب وافق من؟ وافق حمزة ووافق شعبة، فقرأ استحق عليهم الأولين، الأولين بالجمع وليس الأوليان على التثنية. طيب وبالنسبة لأبو جعفر وخلف على أصولهم، خلف يقرأ بالإيه؟ بالجمع، يقرأ بالإيه؟ بالجمع. وأبو جعفر يقرأ بالإيه؟ بالتثنية، كما استحق عليهم الأوليان. طبعا معروف أنه ما فيش حد بيقرأ استحق إلا حفص، ما في أحد بيقرأ استحق بالتسمية للفاعل إلا من حفص فقط. بقية القراء العشرة يقرؤون استحق، لكن مختلفون في الأوليان والأولين. طبعا عليهم مع الساكن اللي بعدها معروف مذاهب القراء فيه. إذن قرأ يعقوب كما استحق عليهم الأولين، وقرأ خلف الأولين كذلك، وأبو جعفر الأوليان، لكن يعقوب هو الوحيد المخالف. ثم قال أضمم غيوب عيوني مع جيوب شيوخا فد. هذه الترجمات الأربعة في ليعقوب لخلف بضم الأول من هذه الكلمات، بضم فاء هذه الايه الكلمات الأربعة. الغيوب، طبعا الغيوب اللي بيكسرها حمزة وشعبة فقط، وضم الغيوب يكسران، معطوفة على ايش؟ فطب صلة، معطوفة على فطب صلة. قال وضم الغيوب ايه؟ يكسران. ف خلف في هذه الكلمات كلها، قرأ بالضم الغيوب العيون، العيون طبعا أيا كانت، سواء جاءت يعني منونة غير منونة بالألف واللام، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا،
كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا. الجيوب طبعا لم تأتي إلا في موضع واحد، وليضربن بخمرهن على جيوبهن وجيوبهن. شيوخ في سورة إيش؟ سورة غافر. شيوخ، قراءة حمزة في هذه الكلمات الأربعة بالكسر، قراءة حمزة في هذه الكلمات الأربعة بالكسر. وقال إيش في الشاطبية؟ ضم الغيوب يكسران عيونا للعيون شيوخا دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك، جيوب منير دون شك. فهؤلاء هذه الكلمات كلها يقرأ فيها حمزة بالإيه؟ بالكسر، بكسر الأول، كسر الحرف الأول منها الفاء. أما خلف فخالف هذا وضم أوائل هذه الكلمات الأربعة. ولذلك احنا لما نقول لك الفرش المضطرد هذا لازم تحفظه جيدا، هذا يريحك كثيرا. يعني أحيانا تغفل وانت تحضر مثلا رواية مفردة، فهذا يصير مع الأصول يصير عندك أكثر تحضير القراءة، يصير عندك حاضر في ذهنك، حتى لو سقط من مؤلف الكتاب شيء يكون في ذهنك حاضر. قال ويوم ارفع الملا، ويوم ارفع الملا. طبعا احنا عندنا وقال ويوم برفع ايه خذ، ويوم برفع خذ، هي قوله تعالى في اخر السورة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قراءة نافع، لانه قال برفع خذ، اي ان المرموز لهم بالخاء اللي هم كل القراء الا نافع قرأوا بالايش؟ بالرفع، ونافع قرأ بالخفض. يعقوب ابو جعفر هنا خالف اصله فقرأ بالايه؟ بالرفع كالجمهور. وهذه اخر ترجمات سورة المائدة، ننتقل بعد ذلك الى سورة الانعام. يلا تفضل يا شيخ. ويصرف فسمى نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حوارفع يكن أنث فدا يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حلا. بارك الله فيك. ويصرف فسمى نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن، قرأ طبعا في الأخير المرموز له يعقوب، حوى في الأخير بس عشان الشريحة ما تتسع للترجمات الكثيرة قسمناها على شريحتين. أي قرأ يعقوب المشار إليه في آخر الترجمات الكثيرة هذه، قرأ بالتسمية في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي قرأ كيف؟ قرأ بالتسمية، قرأ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، بتسمية الفاعل. نحشر اليا نقول مع سبأ، نحشر اليا نقول مع سبأ، هي في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. انفرد يعقوب رحمه الله بالقراءة بالياء في هذين الموضعين، انفرد بالقراءة في هذين الموضعين، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا. ووافق حفصا في سبأ، خد بالك وقال سبأ ما ذكر الفرقان، لأن الفرقان في أخلاف وقال سبأ، إذن ما نعمم الحكم، وقال نحشر اليا نقول مع سبأ فقط، الفرقان سيأتي حكمها في سورتها، سيأتي أحكامها في سورتها. إذن قرأ في سورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعملون. وهنا
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. من الذي قرأ بالياء هنا؟ ها؟ يعقوب. هنا منفردا وفي سورة سبأ وافق إيه؟ حفصا. إذن عندنا هنا كم ترجمة ليعقوب؟ ثلاث تراجم. لم يكن هي في الآية اللي بعدها مباشرة، ثم لم يكن فتنتهم أو فتنتهم، خلاف سيأتي الخلاف فيها، ثم لم يكن إيه فتنتهم أو فتنتهم. قرأ بالتذكير وذكر لم يكن شاع ها وانجلى. فالذين يقرؤون بالتذكير في الشاطبية من؟ ها حمزة والكسائي فقط. فيعقوب خالف أصله وقرأ موافقا لحمزة والكسائي. قال وانصب نكذب والولا حوى. هنا ظهر الرمز بعد طول اختفاء، ان كل هذه البيت هذا كامل كله ليعقوب، كل التراجم ليعقوب. قال وانصب نكذب والولا حوى، اللي هي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طبعا أبو عمرو يقرأ بالرفع لأنه قال فاز عليمه، نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفيه ونكون ننصبه في كسبه علا. فأبو جعفر أبو عمرو المفروض أنه بيرفع، يعقوب خالف فنصب. قال وانصب نكذب والولا حوى. حوى ليست فقط للنصب وإنما لكل ما سبق، لأن كل ما سبق لم يأتي له رمز، كل ما سبق لم يأتي له رمز. إذن كل هذه التراجم تخص مين؟ تخص مين يا شباب؟ يعقوب. إذن قرأ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الإيه؟ من المؤمنين. طيب قال ارفع، وبعد ما قال وانصب نكذب والولا قال ارفع يكن أنث فدا. هاتان الترجمتان تتبعان فدا، لأنه ما ينفع يقول انصب وبعدين يقول ارفع لنفس القارئ. وقال وانصب نكذب والولا حوى، خلاص كده يعقوب انتهينا منه. ثم قال ارفع يكن أنث فدا، أي أن المشار إليه بالفاء وهو خلف رحمه الله قرأ بالرفع فيما أمر بالنصب له فيهما، يعني قرأ بالرفع في الفعلين اللذين نصبهما إيه يعقوب، اللي هي ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، هو قرأ بالرفع ولا نكذب بآيات ربنا. طب أين ذهب أبو جعفر؟ أبو جعفر مع أصله. إذن عندنا من يقرأ بالرفع من الثلاثة من؟ ها؟ أبو جعفر وخلف، لكن أبا جعفر من الموافقة، أبو جعفر من الموافقة وخلف من المخالفة. ويعقوب قرأ بالإيش؟ ها؟ بالنصب ولا بالنصب؟ لا بدون إشمام، بالنصب. قرأ بالنصب. احنا عندنا في مصر الصاد الساكنه غالبا مشمه، بعدها دال، بعدها شيء مشمه كده، بالذات الواحد ما يكون مكسل كده بالنصب. ايوه. فعندنا قرأ خلف وابو جعفر بالرفع، خلف من المخالفه وابو جعفر من الموافقه، ويعقوب قرأ بالنصب من الايش؟ من المخالفه. طيب ثم قال يكن أنث فدا، يكن أنث فدا. احنا لسه ذاكرين الشاهد من الشاطبية وذكر لم يكن ايش شاع وانجلى، وذكر لم يكن شاع وانجلى. ف
حمزة والكسائي يقرآن بالإيه؟ بالتذكير، ثم لم يكن فتنتهم، لكن خلفا قرأ بالإيش؟ بالتأنيث، ثم لم تكن. وطبعا ما تكلم عن كلمة فتنتهم في الدرة، إذن فالثلاثة إيه؟ موافقون لأصولهم، الثلاثة موافقون لأصولهم، والثلاثة ينصبون، والثلاثة إيش؟ ينصبون، سواء قرأوا بتذكير أم بتأنيث، الثلاثة بيأنثوا، يعني الثلاثة يقرؤون بالتأنيث، أبو جعفر ويعقوب من الموافقة، وخلف من الإيه؟ مخالفة، يعني الثلاثة يقرؤون ثم لم تكن فتنتهم. وبعدين بعد كده الخلاف في ربنا لخلف، لكنه موافق لأصله. طيب، يعني خلف كيف يقرأ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لأنه قالوا أبا ربنا بالنصب، يعقوب ذكر فيه يكن، أحسنت، صح، الاتفاق في فتنتهم بالنصب. قال وأبو جعفر كنافع في كل ما ذكر، لأن أبو جعفر لم يذكر هنا حتى الآن في هذين البيتين، فيكون كأصله في كل ما ذكر. ثم قال يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حلا، أي أن يعقوب رحمه الله قرأ بالخطاب في لفظة يعقلون في هذه المواضع، في هذه السورة وفي ياسين وفي القصص. بعرف. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، هنا في هذه السورة. ثم قال وفي ياسين، في أي موضع في ياسين؟ وما علمناه الشرع وما ينبغي له ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وقرأ أيضا في يوسف في آخر سورة يوسف ولدار الإيش؟ خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهذه كلها، هذه المواضع كلها يقرأها أبو عمرو بالإيش؟ بالغيب، يقرأها أبو عمرو بالغيب. وقال وتحت خاطب، هذه نسيناها في الأعراف، وتحت خاطب كياسين القصص يعقل وتحت خاطب، إذن قرأ في هذه السورة اللي هي الأنعام، وقرأ في اللي تحتها اللي تحت الأنعام إيش؟ الأعراف كذلك. أفلا تعقلون اللي بعدها والذين يمسكون بالكتاب، هذه أيضا يقرأها بالإيه؟ بالخطاب خلافا لأصله. وياسين والقصص كما ذكرنا، في القصص اللي بعدها أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. تفضل يا شيخ. فتحنا وتحت اشدد ألا طب ولنبيا مع اقتربت حز إذ ويكذب الصلاء. قرأ قال فتحنا وتحت اشدد ألا طب، أي أن المرموز لهما بالهمزة والطاء أبو جعفر ورويس قرأ بالتشديد في قوله تعالى فتحنا أو فتحنا عليهم أو عليهم أبواب كل شيء، وأيضا في اللي تحتها السورة التي تحتها أي التي بعدها وهي سورة الإيش؟ الأعراف، لفتحنا عليهم أو عليهم بركات من السماء والأرض. فقرأ في الموضعين، قرأ في الموضعين رويس وأبو جعفر بالتشديد وفاقا لمن؟ وفاقا لابن عامر، وقال إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا
وفي الأعراف واقتربت إيش كلا. ثم قال ولنبيا مع اقتربت حز إذ، ولنبيا مع اقتربت حز إذ، أي أن روحا انضم إلى أبي جعفر وإلى رويس، فقرأ في الأنبياء لقوله تعالى حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج، وفي القمر اللي هي أشار إليها بإيش؟ ها؟ اقتربت، أشار إليها بإيه؟ باقتربت، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إذن عندنا أربعة مواضع يقرأ فيها أبو جعفر ورويس ها بالتشديد، فتحنا عليهم أو عليهم أبواب كل شيء، لفتحنا عليهم بركات وعليهم بركات، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وماجوج، ففتحنا أبواب السماء. في الأربعة يقرأ أبو جعفر ورويس، ووافقهما روح في الأنبياء وفي الإيه في القمر، فتحت ياجوج وماجوج، ففتحنا أبواب السماء. ثم قال ويكذب أصلا، ويكذب أصلا. نعم، نبأ، النبأ في سورته. نعم، لا في مواضع كثيرة، يعني ما يعني في مواضع بالاتفاق بين القراء سواء تخفيفا أو تشديدا، هو الذي يذكره المواضع المختلف فيها، المواضع المختلف فيها. أحيانا بعض المواضع يؤخرها إلى سورها، بعض المواضع يؤخرها إلى سورها. طيب هنا قال ويكذب أصلا، طبعا اللفظ بالتخفيف، لكن هنا هو أراد التشديد عطفا على ما سبق، أراد التشديد عطفا على ما سبق، لأنه عطف ويكذب عطف على إيه؟ على التشديد. قال فتحنا وتحت تشدد ألا طب ولنبيا مع اقتربت حز إذ، هذا كله تشديد، ويكذب بالتشديد أصلا، ويكذب يعني قرأ بالتشديد في يكذب أصلا اللي هو أبو جعفر، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم إيش؟ لا يكذبونك. طبعا مقتضى التشديد أن يفتح الإيه؟ الكاف، فإنهم لا يكذبونك. نعم تفضل. وحز فتح إنه مع فإنه وفائز، توفته واستهوته ينجي فثقلا، بثان أتى والخف في الكل حز، وتحت صاد يرى والرفع آزر حصلا. قرأ يعقوب رحمه الله بالفتح في فإنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، قرأ بالفتح فيهما. قال وحز فتح إنه مع فإنه، وحز فتح إنه مع فإنه، أي أن يعقوب رحمه الله قرأ بالفتح في هذين الموضعين، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طبعا أبو عمرو لا يفتح شيئا من هذا، وقال وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما، وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما، فاللي يفتحه اللي ذكرهم سواء عم نصرا ولا كم نما، لكن يعقوب خالف في الموضعين، خالف في الموضعين ففتح فيهما، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم قال وفائز توفته واستهوته، وفائز توفته واستهوته،
أي أن خلفا قرأ بتاء التأنيث في هذين الفعلين، قرأ بتاء التأنيث في هذين الفعلين، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي الآية اللي بعدها بشوية استهوته الشياطين، استهوته الشياطين. احنا عندنا في الشاطبية قال ايه؟ توفاه وأضجع وذك، لا 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 ها؟ وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا، ناداه صحصح يا شيخ محمد، ناداه مش هنا. وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا، حمزة بيقرأ توفيه رسلنا واستهويه الشياطين. ذكر مضجعا يعني قرأ بالتذكير وبالإضجاع بالإمالة، توفيه رسلنا واستهويه الشياطين. قرأ خلف بخلاف ذلك، قال وفائز توفته واستهوته واكتفى، واكتفى باللفظ عن الايه؟ عن القيد، واكتفى باللفظ عن القيد، قال توفته واستهوته خلاص، يعني لم يذكر انه تذكير ولا تأنيث ولا ترك إمالة، ولا اكتفى باللفظ عن القيد كأكثر ما يأتي به في الدرة، كأكثر ما يأتي به في الدرة. طيب، أما طبعا أبو جعفر ويعقوب فهم كأصولهم، فالجميع يقرأ هنا ها توفته واستهوته، الجميع الثلاثة يقرؤون كذلك. طيب عشان نشوف كده مصحصحين ولا لا. طيب وإنه فإنه، هذه بقية الثلاثة نعرفنا أن يعقوب بيفتح، طب وأبو جعفر بيفتح ويكسر، بيفتح ويكسر. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، لأنه قال في الأول إيش؟ نبي فتح عم نصرا، وبعدين في الآخر بعد كم نما، فنافع بيفتح في الأولى ويكسر في الإيه؟ في الثانية. كذلك أبو جعفر لكن لم يذكره، وكذلك خلف لم يذكر في الذين يفتحون فهو يكسر الاثنين. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. طيب نرجع بعد كده الترجمة التي بعد ذلك، ينجي فثقل بثان أتى، ينجي فثقل بثان أتى، أي أن المرموز له بالهمزة وهو أبو جعفر قرأ بالتثقيل أي بالتشديد في موضع ينجي الثاني. وفي الأول إيش الموضع الأول؟ قل من ينجيكم ها من ظلمات البر والبحر، ثم قال قل الله ينجيكم ها ينجيكم منها ومن كل كرب. واللي بيشدد في هذا الموضع في الشاطبية الكوفيون وإيه؟ وهشام، كوفيون وهشام. وقال إيش في الشاطبية؟ قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام، أن قبلها إيش؟ قبلها أنجيت للكوفي أنجى تحول، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. فعندنا أبو جعفر المفروض أنه نافع بإيه؟ بيقرأ بالتخفيف، قل الله إيش؟ ينجيكم، لكن أبا جعفر خالف أصله فقرأ بالإيه؟ بالتشديد، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. طيب الأولى، الأولى متفق على التشديد فيها في الشاطبية السبعة، أما مذهب يعقوب فسيأتي، مذهب يعقوب فسيأتي. وقيد بالثاني عن الموضع الأول لأن الموضع الأول متفق على تشديده في الإيه؟ بين السبعة. وكذلك وافق أبو جعفر أصله في ذلك. طيب هم قال ينجي فثقل بثان أتى، وبعدين قال والخفة في الكل حز، والخفة في الكل إيه؟
حز، أي كل؟ في باب التنجية، في باب التنجية هذا قرأه يعقوب بالتخفيف كله إلا في موضع واحد سيأتي فيه خلاف، إلا في موضع واحد سيأتي فيه خلاف، يعني كل ما قرأ في الشاطبية بالتشديد سواء بعض القراء شددوا بعضهم ثقلوا ها، فإن يعقوب في هذا كله يقرأ بالإيه؟ بالتخفيف، سواء أنه كان فعل أو كان اسم، يعني فعل زي إيش؟ ينجيكم، ننجي، وهكذا لننجينه، هذه كلها يقرأها بالتخفيف، ننجيكم، ننجي المؤمنين، لننجينه، أو تنجيكم من عذاب أليم. أما بالاسم زي إنا لمنجوهم أجمعين، إنا منجوك وأهلك، وهكذا. فقرأ في باب التنجية كله بالإيه؟ بالتخفيف. مين هو؟ ها؟ يعقوب. يعقوب قرأ في باب التنجية كله بالإيه؟ بالتخفيف. إلا موضع واحد قال وتحت صاد يرى، وتحت صاد يرى. واحد يقول طب ما رايحش رأسنا وقال لنا الزمر ليه وخلاص؟ ها؟ قلنا أن الناظمين يختلفون عن الإيش؟ عن الناثرين، اللي الناثر يكتب بكيفه قدامه الطريق مفتوح، أما الناظم ومقيد بالنظم فعلى ما يتأتى له في الإيه؟ في النظم. قال وتحت صاد يرى، يعني في سورة الزمر التي تحت صاد يرى، يرى إيش؟ بالتخفيف، مش هو الآن يعطف على التخفيف؟ طيب هو في اللي فات كله حز، يعني اللي فات كله باب التنجية ليعقوب كله، أما اللي تحت صاد يرى، معنى ذلك أن رويسا خالف في هذه اللفظة فقط، أن رويسا خالف في هذه اللفظة، اللي هي قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. قرأ رويس بالإيش؟ ننجي، وقرأ روح إيش؟ ننجي. وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله، نعم، وينجي الله الذين اتقوا لرويس ولروح بالإيش؟ بالتخفيف، وينجي الله الذين اتقوا. طبعا الباقيان على أصولهم، اللي هم مين؟ أبو جعفر على أصوله بيشدد في هذا كله ما عدا إيش؟ ها أشوف كده الناس اللي صحيين، بيشدد في هذا الباب كله إلا في موضع هنا في اللي فات هذا، ها قل الله ينجيكم، لا بيقرأ بالتشديد، ها تنجيكم من عذاب أليم في سورة الصف، أن اللي بيقرأ بالتشديد فيها مين؟ هشام هو اللي بيقرأ بالتشديد. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هشام ولا ابن عامر؟ قال إيش؟ تنجيكم عن الشام ثقلا، تنجيكم عن الشام ثقلا. طبعا هذا الموضع انفرد بتثقيله الشامي في سورة الايه؟ الصف. طيب ثم قال بعد ذلك، طبعا خلف له مواضع اللي إنا منجوك وأهلك، وإنا لمنجوهم، وكذلك في سورة العنكبوت لننجينه بالتخفيف، وخلف موافق لأصله في ذلك كله، يعني خلف لم يخالف أصله في هذا الباب. قال والرفع آزر حصلا، والرفع آزر حصلا، أي أن يعقوب رحمه الله قرأ بالرفع في آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال إبراهيم لأبيه آزر، قالوا هو آزر، يعني بالقطع. نعم طيب تفضل يا شيخ محمود.
هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست واضمم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكسرا نها. يكفي بارك الله فيك. هنا درجات النون قال هنا صدر الترجمة بهنا يعني كي يقصرها على هذا الايه الموضع سورة في سورة الأنعام فقط اللي هي نرفع ها درجات من نشاء. وأحيانا يعبرون في الشاطبية والدرة عن التنوين بالنون أحيانا يعبر الناظمان في الشاطبية والدرة عن التنوين بالإيه النون زي ما قال في الشاطبية قبله النون ثم لا اللي هي يومئذ من فزع يومئذ آمنون. فهنا قال هنا درجات النون يعني أي أن يعقوب المشار إليه في آخر البيت قرأ نرفع درجات من نشاء هنا في سورة إيش في سورة الأنعام فقط ليخرج موضع إيش ها يوسف فإنه كأصله قرأ فيه بدون التنوين بدون تنوين. ثم قال يجعل وبعد خاطبا يجعل وبعد خاطبا اللي هي يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وقال في الشاطبية وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا على غيبه حقا. فهذه المواضع قرأ فيها يعقوب في الثلاثة قال وبعد اللي فيها الخلاف وبعد خاطبا قرأ يعقوب فيها جميعا بإيش بالخطاب تبدونها تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا درست ودارست حق مده ودارست حق مده اللي هي قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست قراءة أبي عمرو ومين وابن كثير. قرأ يعقوب وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست كابن عامر فخالف أصله ووافق ابن عامر قرأ درست. قال واضمم عدوا حلا حلا واضمم عدوا حلا حلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انفرد يعقوب رحمه الله من بين العشرة بهذه القراءة فيسبوا الله عدوا بغير علم. طبعا احنا كما ذكرنا ان الانفرادات في الدرة بمعنى انه شيء لم يقرأ في الشاطبية قليل جدا شيء لم يقرأ في الشاطبية قليل جدا يخالف اصله لكنه يوافق احد الايه السبعة او بعض السبعة او جمهور السبعة. لكن ان يأتي في الدرة شيء لم يأتي اصلا في الشاطبية فهذا قليل وهذا منه اللي هي في قراءة يعقوب فيسب الله عدوا بغير علم. طب مر بنا في ايش تاني نشوف كده في لا نشوف اليوم كله في اول المائدة من اجلي ها ايش تاني في شيء تاني في المائدة لم يرد في السبعة لا. طيب في الانعام آزر هذا اول موضع وهنا عدوا هذه المواضع ينبغي أن يعني تسجل يعني ينبغي أن تسجلها عندك أشياء هذه التي انفردت بها الدرة أو انفرد بها القراء الثلاثة عن السبعة. تفضل. وطب مستقر افتح وكسر النها ويؤمن فد وحبر سم حرم فصلا. قال وطب مستقر افتح
أي قرأ رويس المشار إليه بالطاء بفتح القاف في مستقر، لأن أبا عمرو رحمه الله يقرأ بالإيه؟ بالإيه؟ بالكسر، يقرأ بالإيه؟ الكسر. وطبعا احنا قلنا أنه هو مدام علامات بناء يذكر الإيش؟ الفتح والكسر والضم، لذلك الكلام على القاف وليس له علاقة بالإراء ولا بالإعراب. فأبو عمرو يقرأ فمستقر ومستودع، لكن رويسا خالف أصله وقرأ إيه؟ فمستقر ومستودع. طيب وروح ها؟ بالكسر. إذن عندنا في الثلاثة، إذا جينا على مستوى الثلاثة القراء الثلاثة، الجميع يقرأ بفتح بكسر بفتح القاف إلا روحا، الجميع يقرأ بفتح القاف إلا روحا. روح هو الوحيد اللي موافق لإيه؟ لأصله. لا، كلهم موافقون لأصلهم إلا رويس. رويس قرأ بالفتح من المخالفة، وأبو جعفر وخلف قرأ من الموافقة، وروح قرأ بالكسر من الإيه؟ الموافقة. إذن كلهم موافقون إلا رويس. رويس قرأ بالفتح من المخالفة. قال وكسر النهى ويؤمن فد، وكسر النهى ويؤمن فد، أي قرأ خلف رحمه الله بالكسر في قوله تعالى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ بكسر الإيه؟ الهمزة. وقرأ أيضا لا يؤمنون، لأن احنا عندنا خلف يقرأ بالإيه؟ بالخطاب. قرأ إيش؟ وخاطب فيها يؤمنون كما فشى، وفي قال في هذه السورة فحسب، لأن موضع الجاثية يقرأ بالخطاب موافقا لإيه؟ لأصله. قال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذه قراءة مين؟ خلف. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب وحمزة كيف كان يقرأ؟ أنها بالفتح، ويقرأ إيش؟ يقرأ بالخطاب لا تؤمنون، ولم يقيده اعتمادا على الشهرة، والشهرة معتبرة كما ذكرها في مقدمته، كمقدمته للدرة، وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد. ثم قال وحبر سم حرم فصلا، وحبر سم حرم فصلا، أي أن المشار إليه بحرف الحاء وهو يعقوب قرأ بالتسمية، قرأ بالإيه؟ بالتسمية في قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قرأ بالتسمية في الموضعين، وأصله يجهل فيهما، أبو عمرو يجهل في الإيه؟ في الموضعين. وقال وحرم فتح الضم إذ علا، وفصل إذ ثنى، وفصل إذ ثنى. فأبو عمرو يقرأ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن يعقوب خالف فقرأ بالتسمية فيهما وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وفاقا لحفص ونافع اللي بيسموا في الاثنين. طيب وبقية القراء على أصولهم، الذين لم يذكروا على أصولهم، فأبو جعفر يقرأ بالتسمية في الاثنين،
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وخلف يقرأ بالتسمية في الأول بالتسمية في فصل وبالتجهيل في حرم كأصله. إذن عندنا فصل لكم ما حرم عليكم، من يقرأ هكذا في الثلاثة؟ ها يعقوب وأبو جعفر، واللي بيقرأ فصل لكم ما حرم عليكم خلف. خلف. طيب واللي بيقرأ فصل لكم ما حرم عليكم حد من الثلاثة؟ لا، لا يقرأ بهذا أحد من الثلاثة، إنما هي في قراءة مجموعة من القراء في الشاطبية. نعم تفضل. وحز كلمة والياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتة انجلى برفع معا عنه وذكر تكون فز وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلا. أما قل ذكر يكون، هي أصلا يكون مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ أي لكن النصوص لا تخضع لهذه الأشياء العقلية، المفروض النص كما هو، يعني إذا أتى المنظومة يعني عن الناظم رحمه الله تكون قلها نكون، تكون كما هي أو يكون كما هي، يعني الأصل في النصوص أن تنقل كما هي. إن كان للشراح رأي يذكر في الحاشية لا يذكر في الإيه في المتن، لأنه إحنا نروي هذه المنظومة نرويها عن صاحبها رحمه الله فنرويها كما هي، يعني وجهات النظر والتعقبات والاستدراكات هذه تكون في الحاشية والشروح لا تكون في الأصول. فالأصل يعني مثل هذا محتمل، بس المهم أنه يكون إيش وارد في نسخ المنظومة الأصلية، يكون واردا في نسخ المنظومة الأصلية لا يكون شيئا إيه عقليا. يعمو أن عندنا في النسخ القديمة يكون، والظاهر أن في النسخة الحديثة فيها الإيه التاء والأمر يسير، الأمر ليس مهولة ولا مهولة. قال رحمه الله وحز كلمة، وحز كلمة أي أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب رحمه الله قرأ إيه كلمة، وهي في قوله وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طبعا احنا عندنا في الشاطبية أقول كلمة دون ما ألف ثوى، اللي بيقرأ بالإفراد في موضع الأنعام، ها اللي بيقرأ بالإفراد في موضع الأنعام هو ثوى اللي هم الكوفيون، فقرأ يعقوب بالإفراد في هذا الموضع، قرأ في بقية المواضع أيضا بالإفراد، لكن هنا بالمخالفة لإيه لأصله، بالمخالفة لأصله، وبقية المواضع قرأها أيضا، المواضع طبعا المختلف فيها، هي في مواضع معينة هي اللي مختلف فيها في كلمة وكلمات. طبعا معروف ان كلمات اللي رسمت بالتاء المبسوطة ها كلها فيها خلاف الا موضع واحد، صح؟ اللي رسمت كلمة كده بدل ما هي تاء مربوطة تربط رسمت تاء مبسوطة مفتوحة، كلها فيها خلاف، يعني قرأت بالجمع وقرأت بالإفراد. وقال إيش أوسط الأعراف مش كده، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، هذه رسمت بالتاء المبسوطة لكن لم يقع فيها خلاف، لم يختلف القراء في قراءتها بالإفراد والجمع، كل القراء يقرؤون وتمت كلمة ربك الحسنى. المواضع الأخرى التي رسمت زي مثلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، فيها خلاف في الجمع وفيها خلاف في الإفراد، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أيضا، وبرضو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون في آخر سورة يونس أيضا فيها خلاف، لكن هذه كلها رسمت بالتاء الإيه اللي رسمت بالتاء المربوطة لا خلاف فيها في قراءتها بالإيه بالإفراد، هذه قاعدة عامة، لأنه قال امرأة بقية وكلمة ها أوسط الأعراف، ثم ذكر القاعدة العامة لهذا كله قال إيش وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، يعني اللي اختلف فيه قراءته بالإفراد والجمع ها
من هذا الباب، من هذا الباب التاءات يعني رسم بالايه؟ بالتاء المبسوطة، رسم بالتاء الايه؟ المبسوطة، لتحتمل قراءة الايه؟ الجمع، لتحتمل قراءة الجمع. لذلك واستثنى منها أوسط الأعراف، استثنى منها كلمة فقط وتمت كلمة ربك الحسنى. المهم هنا سيدنا يعقوب رحمه الله قرأ بخلاف أصله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأصله يقرأ في هذا الموضع بالجمع، وفي المواضع الأخرى أبو عمرو يقرأ بالإفراد ويوافقه إيش؟ يعقوب. والياء نحشرهم يد، والياء نحشرهم يد، هذا الموضع المقصود اللي بعد قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم، اللي بعده يعني الذي يعقبه، الذي يعقب لهم دار السلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم. هذا الموضع المقصود انه قرأ فيه روح بالايش؟ بالياء. اذا قرأ الثلاثة عدا روحا، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، بالنون، إلا روحا فقرأ إيش؟ والياء نحشرهم يد، قرأ في هذا الموضع ويوم يحشرهم روح وحده. طيب، يكون يكن أنث أو تكون يكن أنث وميتة انجلى برفع معا عنه، أي أن أبا جعفر رحمه الله قرأ وإن تكن ميتة إلا أن تكون ميتة، قرأ في هذين الموضعين قال يكون يكن أنث، قرأ في الموضعين بالإيه؟ بالتأنيث. طبعا احنا قلنا ميتة على الرفع يعني، وإلا هو طبعا هو يشدد هذا إلا وإن تكن ميتة، اللي هي في إيش؟ لا الموضع وإن يكن ميتة فهم فيه الشركاء. قرأ وإن تكن ميتة، وإن تكن، طبعا اقرأ بالإيه؟ بالتأنيث، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، وإن تكن ميتة، لأنه يشدد هذا الباب، وأن تكن ميتة فهم فيه شركاء. ثم وأيضا إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، الموضع الذي بعده قرأ بالإيه؟ بالتأنيث وبالرفع. قال وذكر يكون فز، وذكر يكون، أي يكون؟ يكون إلا أن نذهب جعفر من شوية، اللي هي إلا أن يكون من يكون ميتة أو دما مسفوحا. احنا طبعا في الشاطبية يكون كما وأنثوا يكون كما في دينهم، وأنثوا يكون كما في دينهم، يعني قرأ حمزة بالإيه؟ بالتأنيث، لكن خلفا خالف ذلك وقرأ بالإيه؟ بالتذكير، إلا أن يكون ميتة. ثم قال وخف وأن حفظ، وخف وأن حفظ، أي وأن؟ أي وأن؟ لا 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 تروح تقول وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما. وقال إيش في الشاطبية؟ وأن نكسره شرعا وبالخف كملا، وأن نكسره شرعا وبالخف كملا. فقرأ يعقوب موافقا لمن؟ لابن عامر بالتخفيف، يعني يقرأ وأن هذا، يقرأ وأن هذا صراطي لرويس، وأن هذا صراطي لروح. المهم أنه يخفف الإيش؟ يخفف النون هنا، وأن هذا. طب وأبو جعفر كيف يقرأ؟
وأن هذا طب خلف وإن هذا لأنه قال وإن اكسروا شرعا ولم يذكر خلفا هنا لم يذكر خلفا هنا فيكون خلفا فيكون خلف موافقا لإيه لأصله بالكسر وإن هذا صراط يعني لو قرأناها كده للثلاثة ها نقرأ لأبي جعفر وأن هذا صراطي مستقيما طيب وليعقوب وأن هذا صراطي لمن لرويس وأن هذا صراطي لروح وإن هذا صراطي لإيه لخلف وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلا هي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء احنا عارفين إن حمزة والكسائي يقرآن إن الذين فارقوا دينهم ويأتيهم شاف مع النمل مع النمل فارقوا مع النحل هي مش عايزة تطلع معي أصلا النمل بس مش عارف ليش طلعت الأخير ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا فحمزة والكسائي يقرآن إيش فارقوا دينهم والجمهور يقرأ فرقوا خلف أصله هنا قرأ إن الذين فرقوا دينهم وفاقا للجمهور وخلافا لأصله طيب إذن نعيد الترجمات التي في هذا المقطع إذن قرأ أبو جعفر يكون يكن إن يكن ميتة فهم فيه شركاء قرأها بالتأنيث وبالإيش وبالرفع في ميتة وطبعا ميتة بيشددها بيشدد الباب كله وكذلك إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا وقرأ فز قرأ سيدنا فز خلف بإيش بالتذكير إلا أن يكون ميتة وخف وأن حفظ أي أن يعقوب قرأ وأن هذا صراطي أو صراط وخالف خلف أصله فقرأ إن الذين فرقوا دينهم يعني معنى ذلك أن الثلاثة يقرؤون إيش ها إن الذين فرقوا ما في حد يقرأ فيهم فرقوا كلهم يقرأوا إن الذين فرقوا دينهم فضل يا شيخ وعشر فنو وارفع أمثالها حلا كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا قرأ يعقوب فله عشر أمثالها قال وعشر فنو يعني عشر وارفع أمثالها حلا أي أنه لما نون عشر قال من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها فقرأ بالرفع في أمثالها فله عشر أمثالها طبعا هذه من القراءات القليلة التي لم ترد في الايه في الشاطبية هذه احفظوها المواضع كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا وهذا ايضا من المواضع التي لم تقرأ في عند السبعة احنا الجمهور يقرؤون ايش او السبعة كلهم يقرؤون فله جزاء الضعف فلهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا يعقوب كيف يقرأ قال كذا الضعف من جهة إيش من جهة الرفع فقط كذا الضعف يعني الضعف مشابه لإيش لأمثالها وانصب قبله نونا طلا يعني كيف يقرأ فله فأولئك لهم جزاء الضعف فأولئك لهم إيش جزاء مش هو قال انصب قبله نونا يعني هننصب إيش جزاء وننونه جزاء الضعف بما عمل وبذلك يعني نكون قد انتهينا من شرح فرش حروف سورة الأنعام بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.